بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أهنئ أبنائنا الطلاب وهيئة التدريس في دائرة التعليم والمعرفة. بداية العام الدراسي 2017-2018 مثل ما أنتم عارفين الحفلات هذه تنقل من؟ تنقل أبنائنا أخواننا، فلا بد من تكاتف وتضافر جهود الجميع لسلامة أبنائنا من الرحلة الصباحية من البيت إلى المدرسة. طبعا مثل ما أنت لاحظت الفيديو اللي عن الذراع قف هذه اللي يستخدمونها سائقين الحافلات، طبعا لابد من أمام المدارس في الشوارع المزدوجة أو المفردة اللي هي تكون شارع واحد مثلا على سبيل المثال، لابد من الوقوف التام أثناء فتح ذراع قف. ملزم سائق الحافلة يقوم فتح ذراع قف. الكل يتوقف قبل الحافلة بمسافة لا تقل عن 5 متر لغاية ما يتم نزول الطلبة أو ركوبهم في الحافلة. جميل. بالنسبة للشوارع المزدوجة يتم الوقوف مباشرة خلف الحافلة. نعم. مثل ما هو لما ترجع اللوحة هذه. نعم. مرة ثانية طبعا هني في سؤال، لو السائق ما التزم، احنا الآن نتعامل بروح القانون. نعم. التوعية، تضافر جهود لسلامة أبنائنا. السائق للحافلات في حال عدم التزامه بفتح الذراع راح يتعرض لمخالفة اللي هي 500 درهم وست نقاط. نعم. جميل. طيب سعادتك، يعني هل هناك دورات محاضرات؟ نعم، محاضرات بلكم لسائقي الحافلات بلهجات او بلغات. نعم. سلسه بالنسبه لهم. نعم نعم، نعم. صارت الاعوام اللي فاتت وبدايه العام هذا صارت حملات توعويه كبيره من قبل القياده العامه متمثله في اداره الاعلام الامني. نعم. بعمل محاضرات وتوعيه لقائدي الحافلات. طيب والمخالفين من قائدي الحافلات بالتحديد، المخالفات اللي راح تتعقب عليهم؟ هو بدايه راح يكون 500 درهم. نعم. والست نقاط، وراح يتم اختار جهه عمله اذا كان اللي هي شركه مواصلات الامارات المعنيه فيهم او في قطاع المدارس الخاصه. جميل. عن طريق دائره التعليم او مجلس ابو ظبي. والموضوع اللي اشار له العميد اسمهان موضوع جدا مهم، ان اول سؤال ساله منو اللي في الباص؟ صح. هم ارواح، يعني اطفالنا وعيالنا واخواننا الصغار وعيال اعمامنا، يعني من الاهل كلهم. فمهم جدا ان الواحد يحافظ على السلامه هذه، ولكن احيانا تصادف انه ما تكون في دوريه في المنطقه هذه، يمكن ما تكون موجوده. هل الشعب او هل المجتمع بشكل عام يقدر انه يتواصل معاكم يبلغ؟ نعم. عن هذا. نعم. السائق مبادره كلنا شرطه. نعم. الثقافه المروريه المعني فيها الجميع احنا نزرعها في كأب كأم في البيت. لابد ان الجميع يحرص على زرع الثقافه. نعم. تضافر الجهود هذه، لانه هو من انا لما ارى الابناء هذا هم ابنائي اخواني اعتبرهم في المقام الاول. صح كلام. فلا بد من تضافر الجهود، لا بد من نشر الثقافه المروريه عندنا في البيت في المدرسه. جميل. جميل. طيب اذا بنتكلم عن يعني بعض المخالفين من قائدي المركبات اللي بيكونون بالقرب من الحافلات، المخالفات اللي قد تقع عليهم، شروط الامن والسلامه اللي الواجب ان يكونون عارفينها ومحافظين عليها ايضا. احنا ذكرنا اللي هي الست نقاط والألف درهم الغرامه، ولكن بدايه احنا نتعامل بروح القانون، نقدر من الاباء الامهات اللي بيكونوا مارين بابنائهم الى المدارس، لابد معرفتهم، واحنا عاملين بتوعيه بتغليظ لائحه السير والمرور الجديده. اكيد. ننتقل الى محورنا الثاني اسمهان وضيفنا، الى التغييرات الجديده اللي طرات على بعض المخالفات، اكيد لكم اهداف من وراء هذا التغيير، شفنا هذه التغييرات من ما شاء الله الحين السوشيال ميديا ما يقصر. صحيح. بدل ما توصلنا مسجات والامور هذه، صح انكم ما تقصرون ترشون مسجات وتثقفونا، ولكن السوشيال ميديا ايضا يهتم بهذا الموضوع. شو هدفكم من التغييرات الاخيره اللي صارت في بعض المخالفات؟ هو لو بتلاحظ انت استراتيجيتنا استراتيجيه القياده العامه لشرطه ابو ظبي. نعم. جعل الطرق اكثر امن. عندنا قسم الدراسات المرورية، طبعا أسباب الحوادث، دراسة أسباب الحوادث، مؤشرات الحوادث. نعم. تعطي أسباب وقوع الحوادث اللي تنجم عنها لا قدر الله وفيات، إصابات. نعم. بليغة طبعا بما فيها المواد هذه اللي هي السرعة، قيادة بتهور، تعريض حياة الآخرين للخطر، تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء. حلو. فمن هذا الباب جاء تغليظ وتعديلات في لائحة
السير والمرور. نعم. حفاظا على أرواح مستخدمي الطرق على مستوى دولة الإمارات. والهدف مش مادي، يمكن البعض يحط في باله أن هدف مادي، لا، احنا هدفنا المحافظة على أرواح وسلامة مستخدمي الطرق في دولة الإمارات العربية المتحدة. لا شك، بلا شك، بالتأكيد، يعني هذا كله من وراء سعيكم للحفاظ أكثر على أمن وسلامة الطرق وحياة أيضا مستخدمي الطرق. إذا بنتكلم عن أبرز التعديلات اللي وقعت على جدول المخالفات، لأن بالعادة احنا نكون عارفين المخالفة مثلا ربط الحزام فيها عدد معين من النقاط المرورية ومبلغ معين مالي، كل هذه الأمور قد تعودنا عليها، ولكن بالتعديل والتغيير اللي حدث مؤخرا هناك بعض المخالفات اللي تم تغيير حتى عدد النقاط المرورية وتكلفة. هي ذكرنا اللي هي المخالفات الدرجة الأولى تعتبر اللي هي ولا تنسين طبعا قبل بداية تطبيق القرار في 1/7 اللي كانت مبادرة القيادة العامة لشرطة أبو ظبي إعطاء فرصة للسائقين بإعفائهم من النقاط المرورية بالفعل. حتى يصححوا أوضاعهم ويبدوا صفحة ملتزمين بقانون السير والمرور، وتم التوعية